الحديث العاشر. الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الطيب لا يقبل إلا الطيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما أمر الصالحات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسأس أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Yang benar bukan illa tapi yamuddu ila ya mudah deh ilas sama bukan jangan ada tasdidnya jangan ditekan ya ilas sama taib syafaqallah Zaki ya, syafaqallah Zaki sedang sakit perut.